السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن اليوم بتاريخ 28/12/2022، متبقي عدة أيام إخواني ورح نفوت بالعام 2023. إن شاء الله يا رب بيكون عام خير عليكم جميعا وبتحققوا كل شيء بتتمنوا يا رب. إخواني الكرام، حاليا سيتم مراجعة ملفات جميع الأجانب على الأراضي التركية، سواء حاملين الكملك أو الإقامات أو أي أجنبي مقيم في تركيا. بما أنه رح نفوت على سنة جديدة إخواني، فرح يكون في جرد على جميع الأصعدة بالنسبة للأجانب أو بالنسبة لتركيا بشكل عام. مشان هيك يا أخوان عملت لكم هذا الفيديو لحتى هلأ حاليا نتحقق مع بعضنا إذا أنتم فعليا أشخاص مخالفين أو قانونيين. وفي كتير أشخاص هن أشخاص مخالفين ولكن ما عندهم علم أبدا، ومن خلال هذا الفيديو أنا وياكم بشكل مبسط رح تقدروا تعرفوا إذا أنتم عليكم مشاكل أو لا، إذا أنتم فعليا أشخاص قانونيين. وفي حال كان عندكم أحد المشاكل بتسجلوها عندكم إخواني بالملاحظات أو على ورقة منشان تعملوا صحيح لهذا الموضوع لحتى يكون اسمكم ما بين الأشخاص النظاميين والرسميين على الأراضي التركية. هذا الفيديو إخواني رح يأخذ من وقتكم 10 دقائق فقط، وبعد هيك رح تعرفوا أنتم شو مصيركم على الأراضي التركية فعليا. رح يكون في عنا شرح عملي طبعا أيضا. قبل ما نبدأ بالشرح إخواني، لا تنسوا عمل إعجاب على الفيديو والاشتراك بالقناة للي لسه ما اشتركوا لحتى توصلكم جميع التفاصيل. إذا حاليا أنت مشغول أو موجود بمكان العمل، ضع إعجاب على الفيديو ورجع شوف الفيديو فيما بعد، لأنه هذا الفيديو يخص مستقبلك على الأراضي التركية. طيب، رح نراجع جميع الخطوات مع بعضنا. خلينا نبدأ بالخطوة الأولى. الخطوة الأولى هي التحقق من عنوان النفوس. يلا امسكوا التليفون وخلينا نبدأ خطوة خطوة لحتى تشوفوا وين الأغلاط اللي موجودة عندكم. خلينا نفوت على الإيدولات. أول شيء رح نروح على الإيدولات إخواني، من خلال الجوجل رح تكتبوا كلمة إيدولات ويطلع لكم أول خيار وتسجلوا الدخول عليه. هون إخواني رح تحطوا رقم الكملك تبعكم، وهون رح تحطوا شفرة الإيدولات الخاصة فيكم، وهيك بتكونوا سجلتوا الدخول على الإيدولات. وخلينا نتحقق من موضوع النفوس ولكن هالمرة بطريقة مختلفة. رح تكتبوا بشريط البحث إخواني هاي الكلمة اللي أنا كتبت لكم إياها. رح يطلع عندكم أول خيار إخواني، رح تضغطوا عليه وبهي الصورة رح تنزلوا عنوان سكن سند إقامة. في حال نزل عندكم معناتها أنتوا أموركم سليمة وبيكون في عندكم فعليا قيد نفوس. رح تنزل الأسفل تحطوا هون إشارة صح وتكتبوا على كلمة متابعة، وبعدين رح تضغطوا إخواني هون على أول خيار، وبعدين رح تضغطوا على متابعة. رح تطلع معلوماتكم هون إخواني، رح تنزل الأسفل هون بالأسفل تختاروا هذا الخيار. طبعا نحن هلأ عم نستخرج سند الإقامة لحتى تشوفوا فعليا إذا أنتوا نفوسكم نازلة على السيستم ولا لا، تمام؟ بعدين بتضغطوا على كلمة سورغولا وبتستنوا شوي. مثل ما لكم شايفين رح تطلع عندكم هاي الشاشة، رح تضغطوا هون على هذا السهم، رح تحطوا على كلمة تنزيل، وهيك رح ينزل عندكم قيد النفوس الخاص فيكم، تمام؟ يعني عنوان النفوس تبعكم. في حال ما قدرتوا تستخرجوا هاي الورقة اخواني عبر الإيدولات، معناتها أنتوا عندكم مشكلة بموضوع قيد النفوس وعنوان السكن. اتحققنا من موضوع قيد النفوس بالنسبة للأجانب. إذا ما كان عندكم قيد نفوس لازم تثبتوا نفوسكم بأقرب وقت لكي لا يتم إيقاف الكملك أو الإقامة، وإذا كان عندكم نفوس فأموركم تمام بالنسبة لموضوع النفوس. الموضوع الثاني اللي خلينا نفوت نتحقق منه هو موضوع المخالفات أو الضرائب أو موضوع خطوط الهواتف. الموضوع الثاني أحبائي في الله هو موضوع المخالفات والضرائب. رح تروحوا على شريط البحث وتكتبوا هاي الكلمة إخواني، بس كتبتوا هاي الكلمة رح يطلع لكم هذا الخيار، تمام؟ هذا الخيار رح تضغطوا عليه، رح تضغطوا على أول خيار بيطلع عندكم رح تتعرفوا إذا في أنتوا عليكم ضرائب أو ما شابه. بعد ما يطلع لكم هذا الخيار رح ترجعوا تضغطوا هون، تمام؟ وبتستنوا شوي حتى تجي المعلومات تبعكم. مثل ما لكم شايفين إذا طلع لكم بهذا الشكل فمعناتها أنتوا ما عليكم مخالفات أو ضرائب، تمام؟ هيك بتكون أموركم سليمة. هلأ رح نتحقق من موضوع خطوط الهواتف. إذا في خطوط هواتف على اسمكم وأنتوا ما عندكم أي علم فيها، صارت مع كتير ناس مع الأسف. من شريط البحث رح تكتبوا كلمة هات اللي هي نفسها باللغة العربية خط يعني، فرح يطلع لكم أول خيار بيشمل جميع الأمور إخواني، خطوط الهواتف وخطوط الإنترنت. رح تكبسوا عليه وبتنزل أسفل إخواني، هون بتتحققوا من وجود خطوط هواتف على اسمكم بشكل كامل أو خطوط إنترنت، تمام؟ ببين معكم هون. طبعا فيكم تترجموا الصفحة للغة العربية لحتى تعرفوا تتعاملوا مع الصفحة في حال ما كان عندكم لغة تركية، تمام؟ في حال لقيتوا عندكم مخالفات أو ضرائب أو خطوط هواتف مفتوحة على اسمكم فلازم تسكروها وتدفعوا المخالفات والضرائب اللي عليكم، شرحت هذا الشيء بفيديوهات سابقة. الموضوع الثالث اللي رح نتحقق منه مع بعضنا هو موضوع الدعاوي والمحاكم، إذا كان في عليكم دعاوي أو محاكم. وهلأ خلينا نتحقق من موضوع الدعاوي والمحاكم. رح تكتبوا كلمة دعوة بشريط البحث باللغة التركية، وعندكم نوعين للدعاوي هون موجودين عبر الإيدولات، هو
عندكم هون الدعاوي المتعلقة بدفع المال وعندكم هون الدعاوي الأخرى. تقبسوا على أول خيار حتى تشوفوا إذا في عليكم دعاوي بشكل عام. إذا طلع لكم بهذا الشكل بتكون أموركم قانونية. إذا كان في عليكم دعوة بتطلع هون بتشوفوا تفاصيل الدعوة بشكل كامل. ترجعوا أيضا على شريط البحث وبتكتبوا كلمة دعوة مرة تانية وبتختاروا الخيار الثاني اللي هو خاص بالدعاوي المتعلقة بدفع المال. يعني إذا كان في عليكم مخالفة مالية وصارت كبيرة وتحولت لمحكمة وإلى آخره. تمام؟ كمان إذا طلع لكم بهذا الشكل فمعناته أموركم قانونية. وهيك بتكونوا عرفتوا إذا كان في عليكم دعاوي أو محاكم. بالنسبة للأشخاص اللي حابين يتحققوا من إذن العمل تبعهم رح خلي لكم رابط موقع أيضا بوصف هذا الفيديو للتحقق من موضوع إذن العمل. وبهي الصورة يا أخوان بتكونوا تحققتوا فعليا إذا أنتوا أشخاص قانونيين أو لا. وإذا في أحد الأشخاص المخالفين بإحدى الأمور لازم يتم تصحيح هاي الأمور بأسرع وقت ممكن. اللي عنده مشاكل بياخد موعد بالمكان المخصص وبيراجع الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع وبيقوم بتصحيح أوضاعه، سواء من شان النفوس، من شان رقم الهاتف، من شان المخالفات، من شان المحاكم، من شان الدعاوي أو غيرها من الأمور. وبهي الصورة بتكونوا عرفتوا بشكل دقيق شو هو وضعكم على الأراضي التركية. كل شخص قانوني وأموره سليمة ما في أي مشكلة عليه إخواني. بتمنى لكم يا رب سنة خير تكون جديدة عليكم. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو لعند أصدقائكم على الواتساب، خلي الناس كلها تعرف شو هي أوضاعها. في كتير ناس ما عندهم علم بهي المعلومات. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.